السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين نجم المنتخب الوطني السابق يوجه رسالة لبلماضي وسليماني، نجم لعاب قريب يعني، وين يوجه رسالة يعني، وهو بلال الديري، ونوجه النجم الوطني المنتخب الوطني الجزائري السابق بلال الديري رسالة للناخب الوطني جمع بالماضي، وللهداف المنتخب الوطني إسلام سليماني. يعني وين لازم الناس تحضر الناس تسمع، والخير مليح، الخير مليح الناس هذا الوقت، يعني لازم الناس تسمع هذه. وقال بلال الديري في تصريحات خاص بها بموقع العربي الجديد عن مدير الفني المنتخب، سأرفع القبعة، يعني وإن كونه أعاد الفريق بسرعة إلى سكة الانتصارات رغم الإخفاق أمام الكاميرون، بحكم يعني أن ذلك ليس سهل على أي مدرب، يعني وين يريد يعني وين قال لك تدعيم. وأن حول سليماني والانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية، قال قائد الخوض السابق: في الحقيقة لا أعرف ماذا كان يقصد بتلك العبارة، لكن يبقى اللاعب الذي نعرف أخلاقه المميزة، لا يجب أن ننسى أنه هداف تاريخ المنتخب الجزائري، وين قال لهم تمنياتي له بالحظ السعيد وبمشوار موفق في كرة القدم. يعني بصح سيب أخويا كيش نقولوا لك، حنا يضرك لاعبين، حنا نحوسوا كيفاش الناس يعني ماشي تجي مع جهة وتخلي جهة. بلال الديري نحترموه، لاعب قدم للكرة الجزائرية، يعني بلال لو كان مع هذا الجيل يعني يلعب بالسيجار في هذا المنصب تاعو، بالسيجار يلعب. لاعبين يعني جيل فماك، هذا الجيل موراه مكان جيل زعماك، ما جاش ما كانش عندنا شامبيونا سوليد، يعني من جيل تاع بلال الديري، عمار بختي، يعني كاين بزاف لعابه تاع صعاب تاع صعاب تاع صغير اوروبا، يعني كاين واحد اللعابه يعني مصابيح، كاين بزاف لو كان هاد اللعابه على بالك موراهم ما كانتش كاينه لا سويت 100%، الناس ما خدمتش. من بعد دخلوا الناس تاع كوميرس، يعني ما دخلوش الناس تاع باش البوله ولا. وين أبدى المتوسط ميدان المنتخب الوطني السابق رأيه في المستوى الذي قدمه يعني المنتخب الوطني في مباراتين وديتين ضد المنتخب غينيا ونيجيريا، قائلا: يمكن أن أقول أن أداء كان يعني من أجل المنتخب كان مقبول عموما، وفي مباراتين قدمنا مستوى يعني متوسط بين الشوط الأول والثاني، لكن الشيء الجميل أننا أنهينا اللقاءين بأداء يعني بالنتيجة، وهذا لا يجعلنا ننسى أن منتخب غينيا ونيجيريا يعني وين خاصة وين غينيا ليس بالفريق يعني بالمنتخب القوي، ونيجيريا يعني معروف عنه بأنه منتخب قوي في القارة الإفريقية رغم أنه ما تأهلش لكأس العالم، لكن لا ننسى بأن غديولا وقف لهم الند للند، وتابع معلق على 5 انتصارات متتالية لرفاقاء سليماني. أكيد أن المنتخب الوطني، وأتمنى يعني لهذا المنتخب أن يعود بسرعة لسكة الانتصارات، يعني خاصة في المباريات القوية والرسمية. أنا ما تهمنيش كيما يقول لك، ما غاديش نكونوا حنايا ضد بلال الديري، واش حضر كل واحد والرأي تاعو، خاص كل واحد والرأي تاعو، خاص كي على بالك سامحوا ناس، شو حنا نحترموا الرأي، أنا واحد من الناس نحترم الرأي، بصح سامحوا ناس لازم تهدر، لهم واش هما يبغوا، واش هما يكونوا يكذبوا، كيما نهار محرز واحد الخطرة محرز قال لهم أنايا يعني ما عندي حتى حاجه تحرضني باش نخرج من السيتي، خرج هذاك المخنث شا قال لهم، قال لهم انايا قال لهم ما نامنش محرز، صح
مش محرز انت يا محرز، قال لك امني ذراع محرز بروحو، محرز بروحو ما ماشي سامع بك لا انت يا راك تهدر عليه ولا انت تتبعه ولا هو يتبعك. هذه هي. انا نحترم هو بلال تيري شاب اللي المنتخب الوطني عادل سكه الانتصارات، خمس انتصارات منها يعني كل واحد بالك في بالك في التصريحات، خاطر حنا نعرفوا كانوا ناس في القنوات مي كانت شاعله يعني تاع قاسامه وصوالح ومنا وكلش، وين كانت شاعله تاع قاسامه قاسامه قاسامه، هما في البلاطوات بيناتهم في الكولاسه قدام لي يخرجوا للشعب يهضروا. والله العظيم انا نقول لك كاين ناس حبابنا نعرفهم مليح، صحفيين نعرفهم مليح، يقول لي اغلبيه منافقين، يقول لك والله على بالي. قال لي بداية هذا يقول له لا هذا الشعب مريض، الشعب هذا يامن بالتفاهه، عندهم الحق، كاين اللي عنده الحق كاين ولاو يجوا. خطرة ذكريني جا خرج هدر الحقيقه قال باللي لاما تاع محرز تاع سليماني من الشعب عايره غد ما شاء الله، يعني ولادو الناس اللي عرفوا قالوا له قول بارتي او قول قاسامة اكماسا قاسامة ذبحنا من الوريد الوريد، عندنا بيناتي عندنا كوفر وشاكم باغيين، عندنا الشعب شاكم باغيين، الباراك سيرا قولوا الباراك سيرا راه هيا مشات هيا ونجح الناس مالوش تعاير فيه. وعمي محمد عمي محمد ويا رايح شاهد ذكريني يقصف قاسامة شاهد هذو ما يبوه، هل ما يبوش تجي كونت عليهم. انا عجبني واحد برك، عجبني واحد اربيت كاين متجيبه وكاين الساسي تاع قسنطينه، قال لهم احنا ما لعبناش قصر، ما قال لهم لعب ليش ديناش هكا في الوجه، ولا خالي تاع الشاويه قال لهم اسباب عدم التاهل كاس العالم، قال لهم المدرب التالي كاع ناس ما توليش مصاري، كان عنده مبدا تحضر ولا ما تحضرش مش يسمع، كان يمشي يسمع ما يسمعش بيك، كان ما يسمعش بيك على بالك بلي ما يسمعش بيك، كان كي يهدر ما يسمعش بيك، تبات تنبح انت في هذه القناه تاعك تبات تنبح ما يسمعش بيك، خاطر علاه غادي يقول له واش غادي يهدر واش كاين في الضمير تاعو، الضمير تاعو برك هذا ما كاينش حاجه وحده اخرى، الضمير تاعو برك حاجه وحده اخرى ما كاينش. خاطر كاين ناس على بالك ولاو بلال تزيري يهدر يسهل، بصح قرار كي تهدر معاه تهدر معاه كي تشوف انت البارتيه وهو كيفاش يهدر التحليل تاع المباراه يقول لك المدرب غلط، ما يقولش المدرب متسبب في 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 اقصاء الجزائر، بصح يقول لك غلط. قالوا له الحاكم، قال له انا الحاكم ما نعرفش تحكيم ديريكت، قالوا له على قاسم، قالوا ما راهش تحكي، قالوا له هضروا على التيرا، قالوا التيرا ارتكبنا غلطات، الجيري فين بيترجعوا خاين، فين قلعوا في الجيري خاين، اي هاياك ما صار الجيري يقولوا انت شا درت وشا قدمت وانت بن وانت قد قلعوا عليه، قلعوا والله العظيم قلعوا له على كيما هكا، غادي دوك يقلعوا لك الجيري تولي خاين وتولي تولي راك بايع وراك منا وراك، والله العظيم انا عارفك بلي انت خدام كلاعب روحت كمدرب راك خدام على روحك، هذه هي ونتمناو لك النجاح ان شاء الله، نتمناو لك النجاح. وحنايا ماذا بينا يخرجوا ناس يديروا حاجه مليحه ما بين هاد اللعابه، ما يزيدوش فتنه، وخدموا لنا منتخب وطني، الحاجه اللي نقولها لكم خدموا لنا منتخب وطني، حنا ما خاصناش تغيروا لنا رؤساء اتحاديات يا جماعه، يا جماعه ما خصناش تغيروا لنا رؤساء اتحاد، حنا نحتاج يعني لعابه لازم تتهموا، حنا ما راناش نقول لكم لعابه، هذه هي برئيس اتحاديه فاشل جبنا كوب دافريك، حنا خصنا لعابه ما التالي كاع خويا، انا جيب لعابه عط لعابه دنيا وما فيها، هذه اللي نقولها لك، لا ما تجوش عندنا تكمصوا علينا هادرتو هامن هامن، هذه ما تقاوش ما تدخلش في راسي انا، هذه من التالي ما تدخلش في راسي انا، هذه وخدمه، انا نبغي خدمه نبغي تيرا او تيرا، انا متحصلش انا في
في صوروا له تليفون ما صوروا له تليفون كما دخلنا السؤال على كاع الباز هذيك باش يبانوا بلي كان والو من التالي كان والو. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو باش دائما معكم جديد وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.